لكن بيبقى فيه اوراق دايما ونقاط قوه وضعف لكل فريق. زي ما حضرتك قلت بالميراس مش فريق سهل، والاهلي زي ما احنا نقول في وضع طوارئ كده، فعايز اعرف منك نقاط قوه وضعف الاهلي وايضا بالميراس، وفكره كمان احنا عندنا عامل الحمد لله عامل قوه، وهي ان الماتش بيتلعب في الامارات، فعامل الجمهور هيكون عامل طبعا كمان مهم بالنسبه لنا. يعني الجمهور اكيد هو المحرك الاساسي للفريق. شفنا المباراه اللي فاتت قد ايه جمهور الاهلي كان موجود ومتواجد بشكل كبير جدا. نقاط القوه في الاهلي يمكن عوده محمد شريف، يعني الاهلي كان عنده مشكله في خط الهجوم، اعتقد مع رجوع محمد شريف هيساعد بشكل كبير جدا في حل الازمه دي. وجود احمد عبد القادر بيأدي بشكل كويس جدا من اللعيبه، اعتقد هو لو قدر يحل مركز المدافع الثاني جنب ديانج هيكون هيسهل عليه بشكل كبير جدا. لكن اهم حاجه بتميز الاهلي يمكن الماتش مونتيري كان باين جدا هو خط دفاعه. خط دفاع الماتش اللي فات عمل ماتش كويس جدا، كان في تشكك كبير جدا من المجموعه من وجود ياسر جنب رامي ربيع، لكن رامي ربيع كان افضل لاعب في الماتش وحصل على رجل ناشئ مغربي بالظبط، ومحمد مغربي اعتقد هو مصاب يعني اصيب الماتش اللي فات، يعني مش جاهز الماتش ده، ممكن ايمن اشرف يرجع. فاكتر حاجه بتميز الاهلي خط الدفاع وكمان الارتداد السريع بالكره. الاهلي بيعمل هجمات مرتده سريعه جدا بشكل سريع وبيعملها كويس مع وجود احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بيعرف يطلع بالكوره بشكل كويس جدا، عنده مهاره مكسب كبير للكره المصريه كمان. يعني اذا كمل بالمستوى ده اعتقد ان نيكروش هيلاقي حل للصداع بالنسبه له في مركز صانع الالعاب مع منتخب مصر. يعني قفشه استبعد وعبد الله السعيد ما قدرش يكون موجود. عبد الله السعيد في كلام انه بيفكر يعتزل ده، هو يعني ما قدرش يكون موجود مع كروش، فاعتقد ان احمد عبد القادر هيكون حل مناسب ليه مستقبلا. فده اهم حاجه بتميز الاهلي، ولكن عنده عيب لازم الاهلي يحله. يعني مش عارف كل الفتره دي كلها العيب ده ما بيتحلش في الاهلي اطلاقا، عيب اضاعه الهجمات. الاهلي بيضيع بيوصل لجول كتير جدا بيضيع هجمات ما ينفعش تضيع. يعني احنا شفنا انفرادات بتضيع، يعني هجمات ما ينفعش تضيع، يعني ولو ضاعت ما ينفعش الكم ده من الكور تضيع. يعني انت وشك للجون في كتير. ده تدريب ولا لعيبه؟ ده تدريب ولعيبه الاثنين، مش تدريب بالجهاز الفني، لا ان اللاعب نفسه، في لاعب بيشتغل على نفسه كتير عشان يقدر يشوف ازاي ممكن يوصل للجون كتير، ازاي ممكن يعمل حلول هجوميه، ازاي ممكن يحط الكوره في الجول، كل الحاجات دي. بشكل فني. ده سؤال مهم. الاهلي جاب صفقتين تقايل، بيرسي تاو وميكيسوني. بيرسي تاو قدم اوراق اعتماده خلاص مظبوط، ميكيسوني حتى اللي جايبه موسيماني قعدوا دكه في ماتش زي الماتش ده، انت عندك كل الصف الاولاني غايب، كنا متوقعين انه هيعتمد على ميكيسوني. مظبوط، اعتقد ان جزء منه ان التوظيف ميكيسوني نفسه. ميكيسوني بيلعب طول الوقت كان مع سيمبا على الطرف، فكان شغله اكتر على الاطراف، يقدر يروح للجون على الاطراف، يعني بيقدر يقطع ويدخل لجوه، عكس مثلا توظيفه مع الاهلي. هو في الاهلي حتى الان في كل مباريات اللعبة بيتوظف كلاعب ثالث في وسط الملعب ناحيه الشمال، فده بيبقى صعب خاصه ان هو جسمه قليل وما عندوش القدره ان هو يجاري المجموعه اللي موجوده في وسط الملعب، كان بيستلم بظهره اكتر، فده بيصعب الكره. فهي الفكره في التوظيف اكتر منها في اللاعب نفسه. انا كنت بشوف انه لاعب مميز قبل الانضمام للاهلي، لان كلنا شفناه مع سيمبا وهو بيجيب واحرز هدف جميل في الاهلي. فاعتقد ان مشكله ميكيسوني اكتر في التوظيف عكس بيرتستاو، لان بيرتستاو بيتوظف حسب التوظيف اللي هو بيلعبه اصلا، سواء كمهاجم تاني او على الطرف، فده خلاه يظهر بشكل اكبر. اضافه طبعا الخبره، يعني بيرتستاو لاعب بيلعب في الدوري الانجليزي وجاي من الدوري الانجليزي، فالموضوع بالنسبه له موضوع التأقلم أسهل. أعتقد أنه التوظيف لو قدر موسيماني يعيد توظيف بيرستاو يعيد توظيف ميكسوني ممكن يكون فارق بشكل كبير جدا مع الأهلي.